الترانكينج بقى كونفيجريشن. هنعمل لاب بسيط جدا جدا اللي احنا عندنا على البورد ده. هوصل تو سويتشز ببعضيهم بسلكه سي مثلا، ده سويتش 1 وده سويتش 2 تمام. سي مثلا هوصل ده فاست 0 اوفر 1 وهوصل ده مثلا فاست 0 اوفر 1. طب الديفولت هنا على السويتشز دي ايه هي؟ على حسب الموديل. بمعنى لو سويتشز مثلا 2960 الديفولت بتاعه ان هو بيبقى دايناميك اوتو. دايناميك اوتو يعني ايه؟ هيحصل ترانكينج كده؟ اه بس كل واحد مستني التاني. طيب يعني هيحصل ترانكينج؟ لا لا، كل انت لسه بتقول اهو كل واحد مستني التاني، يبقى مش هيحصل ترانكينج. تمام؟ في سويتشات تانية كل شغال ولا مش لا، انا عندي استعداد افهمه بس انا مش هبدا. محمد تاني لما قلنا الطرفين اوتو هيحصل ترانكينج؟ لا لا. تمام؟ طيب في سويتشات تانية مثلا 3550 ده مالتي لاير سويتش على فكرة. الديفولت بتاعه دايناميك ديزايربل، يبقى هيحصل ترانكينج ما بين الاثنين وانا اللي راحت دي. تمام. طب في كمان 3560 ده برضو مالتي لاير سويتش، الديفولت بتاعه دايناميك اوتو. دايناميك ايه؟ اوتو. يبقى هيحصل ترانكينج؟ لا. اللاب ده بقى هنشتغله على 2960 وهنشتغله على الباكت تريسر، مش على الاي او يو، لسبب واحد بس، لان الديفولت على الاي او يو مختلف جامد عن السويتشز اللي مطلوبه منكم في الامتحان بتاعكم. تمام. احنا اللي مطلوب مننا ايه؟ 2960 اللي هو الديفولت بتاعه دايناميك اوتو، انما الاي او يو بيسبورت اللي هو الديفولت بتاعه دايناميك ديزايربل. وهتلاقي يعني في شويه اختلافات، فعشان ما لخبطكوش خلينا الاول ايه في الحاجه اللي مطلوبه مننا. هنسحب تو سويتشز 2960 نوصل الاثنين ببعض، يبقى ايه؟ كروس اوفر فاست 0 اوفر 1 فاست 0 اوفر 1. هاجي بس كده على السويتشز اغير اساميها. شايفين اللون اللي ورا ده؟ ده اللون اللي كنت بقول لكم عليه من شويه، اللون الامبر. واي انترفيس هيفضل 30 ثانيه لغايه ما يخضر، والمحاضره الجايه هنعرف ليه ان شاء الله. استنى كده اما يشتغل. يلا يا عم كده اشتغل اهو. عايز اشوف بقى حصل عندي ترانكينج ما بين التو سويتشز دول ولا لا. عشان اشوف في ترانكينج ولا لا عندي امر اسمه شو انترفيس ترانك. شو انترفيس ايه يا شباب؟ ترانك. انتر اداني فاضي خالص. فاضي خالص ليه؟ هو الديفولت ده اوتو وده اوتو، فما حصلش ترانكينج. طب انا دلوقتي عايزه مثلا سي ان انا عايزه اركز على انترفيس معين عشان اعرف الديفولت بتاعه ايه. فبدل ما اقول له شو انترفيس ترانك هحدد الانترفيس اللي انا عايزاه. هقول له شو انترفيس واحدد الانترفيس واقول له ترانك. تمام. الامر ده على الباكت تريسر للاسف مش شغال، لكن لو جيتوا جربوه مثلا على الاي او يو هيجيب لك مثلا هيقول لك ان السويتش ده الديفولت بتاعه اوتو، او البورت ده الديفولت بتاعه اوتو. طبعا على الاي او يو هيجيب لك ديزايربل. تمام. هنا لو كان الامر ده شغال هيجيب لي ايه؟ اوتو. واروح على السويتش الثاني اوتو. تمام. طيب عايزه امر ثاني مثلا يشغلني، عايزه اعرف الديفولت ايه. في امر اكتر من رائع بيجيب لي كميه اوتبوت مهوله، كميه معلومات مهوله، اسمه شو انترفيس سويتش بورد. بس لو ضغطت انتر دلوقتي هلاقي كميه معلومات فوق ما تتخيلوا. فانا عايزه اركز على بورت معين، يبقى اقول له يا شباب احدد الانترفيس وبعد كده اقول له سويتش بورد. تمام. انتر. لقيته بيقول لي ان الانترفيس ده دلوقتي سويتش بورد عليه شغال. تمام. طيب الادمنستريتيف مود هو شغال ايه؟ دايناميك اوتو. والطرف الثاني برضه انا عارفه ان هو دايناميك اوتو. لما يكون اوتو اوتو يبقى الاثنين الاوبريشنال ما بينهم في النهايه اشتغلوا كانهم ايه؟ اكسس. يبقى تفرقوا لي ما بين ادمنستريتيف مود واوبريشنال مود. ادمنستريتيف مود يعني ايه؟ هو الامر اللي تحتيه ان هو اوتو. تمام. اوبريشنال مود هيشتغل ايه نتيجه تاثيره مع الثاني. واضحه كده؟ وبيقول لي هنا ان السويتش ده شغال ببروتوكول دوت 1 كيو، مش احنا سميناه 802.1 كيو، او قلنا السامبل اللي بنسميه دوت 1 كيو. تمام.
وعنده قدره انه يعمل ترانكينج ولا لا. اون معناها ان بروتوكول الدي تي بي شغال. اون معناها ايه يا شباب؟ ان بروتوكول الدي تي بي شغال. واضحه كده؟ تمام. لو عايز اعرف معلومات عن بروتوكول الدي تي بي هقول له شو دي تي بي. دي تي بي تمام. فهيقول لي هنا ان الدي تي بي بيتبعت كل 30 ثانيه وهيبقى ايدل. كنا قلنا بعد قد ايه دول بتوع ايه؟ 36. ايوه ليه؟ قلنا تاني لو واحد اشتغل اوتو واللي قصاده انا عملت له هارد كود ان هو ترانك هيحصل ترانكينج، وبعد كده جيت على الترانك وقفت الدي تي بي هيفضل الاوتو مستنيه 300 ثانيه وبعد كده هيوقع ترانكينج. فهلاقي نفسي وصلت لمرحله غريبه، حاله غريبه، ان ده كانه اكسس واللي قصاده انا عملت له هارد كود ان هو ترانك. في النهايه باي ديفولت مين اللي هيعدي؟ بيلان واحد بس. واضح كده 300 يعني ايه؟ ماشي ماشي. شوف احنا قلنا هنستنى ما هو 6 يعني كده؟ هو اولا 3 في لا 30 في 6 مش 300. 300 دي 5 دقايق. هو هيستنى 6 احسبوها بقى، هيستنى 6 300 ثانية. 5 دقايق ثانية على 30 10 دقايق. لا 5 دقايق. 300 ثانية 5 دقايق. 5 دقايق. 300 5 دقايق. تمام يا شباب؟ طيب. عايزه دلوقتي اخلي السويتش ده يشتغل ترانكينج، اعمل ايه؟ هنزل تحت الانترفيس اف 0 اوفر 1 واقول له سويتش بورت مود. بص لو استخدمت الهيلب عندي اكسس، عندي دايناميك، عندي ايه؟ ترانك. الديفولت دايناميك اوتو. اصل انا لو كنت كتبت له دايناميك، لو قلت له مثلا هنا دايناميك واستخدمت الهيلب هلاقي فيه اتنين اوبشن اللي هما اوتو ديزايربل. تمام. لو انا دلوقتي عايزه اوقف النيجوشيشن هقول له خدوا بالكم انا لسه ما عملتش هارد كود لحاجه، لسه زي ما هو دايناميك اوتو. لو انا عايزه اوقف النيجوشيشن عندي امر اسمه سويتش بورت مسافه نو نيجوشيت. سويتش بورت ايه يا شباب؟ نو نيجوشيت. الامر ده بيوقف لي، بيعمل لي ديسيبل لبروتوكول الدي تي بي. انتر. اوبس ايه ده؟ كومن ريجكتد. الامر اترفض. ليه يا عم؟ قال لي اصل انت كده عامله كونفليكت بتوين النو نيجوشيت والدايناميك ستيتس. يعني ايه؟ هو اصلا دلوقتي دايناميك اوتو يعني معتمد على الدي تي بي. ازاي دلوقتي هو يبقى معتمد على الدي تي بي وانا اقول له انت دلوقتي اوقف له الدي تي بي؟ فلازم الاول احدد له انت هتشتغل ايه؟ يا اكسس يا ترانك. في حالتي عايزه احوله ايه؟ ترانك. سويتش بورت مود ترانك. اول ما بشغل الترانكينج الانترفيس بيقع وبيقوم تاني. تمام. وبعد كده لو جيت اقول له نو نيجوشيت المره دي قبل الامر من غير ما يقول لي كومان ريجكتد. واضحه كده؟ تمام. ملحوظه بس صغيره، السويتش ده اكسس سويتش اللي هو شغال دايناميك اوتو. تمام. انا قلت لكم ان في مالتي لاير سويتشز. تمام. المالتي لاير سويتشز اغلبيتها، اغلب المالتي لاير سويتشز بتسبورت الاي اس ال والدوت 1 كيو، وبالتالي لو انا جيت اكتب الامر ساعتها بتاع سويتش بورت مود ترانك هيديني ايرور، هيقول لي لا حددي لي الاول الانكابسوليشن. فكان لازم في السويتشز المالتي لاير سويتش اقول له الاول قبل سويتش بورت مود ترانك اقول له سويتش بورت ترانك انكابسوليشن يا اما دوت 1 كيو يا اما اي اس ال. احنا عايزين نشتغل ايه؟ دوت 1 كيو. لو ضغطت انتر ايه ده؟ قال لي الامر غلط. الامر غلط مش عشان ده سيميوليشن، لو انا جيت اشتغل دلوقتي على السويتش الحقيقي برضه هيديني ان الامر غلط. ليه؟ انا قلت لكم ان الامر ده، او ما قلتلكوش تقريبا، الامر ده لو مش شغال على السويتش تعرفوا على طول ان السويتش ده ما بيفهمش الاي اس ال، بيفهم بس مين؟ الدوت 1 كيو. تمام؟ يبقى تاني على السويتش اللي قدامي الامر ده اداني ايرور ليه؟ يبقى ده معناه وانتم مغمضين ان السويتش ده ما بيفهمش الاي اس ال، بيفهم بس الدوت 1 كيو. على المالتي لاير سويتش لازم تكتب له اصلا الامر ده الاول قبل ما تكتب له سويتش بورت مود ترانك يا اما هيديك ايرور. واضح الهنت ده يا شباب؟ تمام يا محمد؟ اوكي. تعالوا نتاكد بقى حصل عندي ترانكينج ولا لا. شو انترفيس ترانك انتر. ده في اوت بوت طلع اهو. قال لي حصل ترانكينج على مين؟ فاست 0 اوفر 1. نوع ترانك اون. قول يعني انا اللي عملت له بايدي سويتش بورت مود ترانك، عملت له هارد كود بايدي انت ترانك. تمام. ونوع الانكابسوليشن دوت 1 كيو. تمام. الستاتس ترانكينج مين النيتف في لان؟ واحد. طب تعالوا كده نروح على السويتش اللي هناك. شو انترفيس ترانك
حصل برضو ترانكينج، بس هنا المود اوتو. شفتوا من شويه الامر اللي كان اداني ايرور لما قلت له شو انترفيس اف 0 اوفر 1 مسافه ترانك، وقلت لكم كان المفروض يديني ان هو اوتو. هو ده بالظبط الاوت بوت اللي كان ممكن يظهر قدامنا او اللي المفروض يظهر قدامنا لو كان الامر سبورتد يعني على الباك تريسر. هو ده نسخه من الامر الاوت بوت اللي يظهر، تمام؟ فقال لي ان ده ايه اوتو شغال ببروتوكول دوت 1 كيو. امال ايه الان اللي في الاول دي؟ ان اللي في الاول دي معناها ان هو وصل للدوت 1 كيو عن طريق النيجوشيشن. عن طريق ايه؟ النيجوشيشن احنا اللي عملناه، تمام؟ ملحوظه صغيره، لو عندي تو سويتشز الاثنين بيسبورتوا الاي اس ال والدوت 1 كيو، الديفولت بينهم هيبقى ايه؟ نيجوشيشن. لو الاثنين نيجوشيشن تخيلوا هيرصوا على مين؟ الاي اس ال. تخيل بتاعها بتاع سيسكو طبيعي يعني، رغم كل المساوئ اللي فيه بس طبيعي ان هي تفضل بتاعها، تمام؟ الستيتس بتاعتي ترانكينج النيتف فيلان فيلان واحد، تمام؟ طيب نرجع تاني. بيقول لي هنا ان مين هي الالاود فيلانز، مين هي الفيلانات اللي مسموح ان هي تعدي ما بين الاثنين؟ من واحد لغايه 1005. انا قلت لكم ان هي الفيلانات دي من واحد لغايه 1005 دي النورمال. الاكستندد لازم السويتش يبقى ترانسبيرنت وحوارات كده مالناش دعوه بيها، ده الرينج اللي احنا بنشتغل عليه. هنا بقى الالاود فيلان اند اكتف يعني ايه؟ باي ديفولت الترانك بيسمح لكل الفيلانات ان هي تعدي عليه. الالاود اند اكتف معناها ان دي الفيلانات اللي اوريدي اكزيست دلوقتي، اللي موجوده دلوقتي. يعني انا دلوقتي لو كريت فيلان 2 مثلا هلاقيها ظهرت هنا. تعالوا نجربها كده. لو جيت هنا كريت فيلان 2 انا 20 ماشي، يلا فيلان 30 تمام، ونروح على هناك برده كده نكريت الفيلانات دي. فيلان 20 فيلان 30. لو جيت هنا قلت له شو انترفيس ترانك، مين دلوقتي الالاود والاكتف؟ 20 و 30 و 1 تمام كده. ده انا ممكن كمان ان انا اتحكم في الالاود فيلانز اللي تعدي، بمعنى سي دلوقتي ان انا عايزه اسمح لفيلانات معينه تمشي من الترانك وفيلانات لا. ليه؟ اول سبب كسكيورتي، اول سبب كسكيورتي. يعني ايه؟ انا عايزه مثلا فيلان هنا مثلا 20 ما تمشيش هنا، ما توصلش الفيلان 20 هنا، يبقى اعمل ايه؟ اشيل فيلان 20 ما تمشيش من الترانك اللي ما بين الاثنين. بس مش ده السبب القوي، مش هو ده السبب القوي ان انا اعمل حركه زي دي. امال السبب الرئيسي ايه؟ سي دلوقتي ان سويتش 1 عليه فيلان 1 و10 و20 و30، والطرف الثاني برده اكيد هيبقى عليه فيلانات 1 و10 و20 و30. عندي على السويتش الاولاني ده انترفيس تبع فيلان 10 وانترفيس تبع فيلان 20، والناحيه الثانيه عندي انترفيس تبع فيلان 10 وانترفيس تبع فيلان 20. انا عكست تمام. لو جه دلوقتي مثلا 30 ده جهاز تبع فيلان 30 بعد برودكاست، السويتش بيعمل ايه في البرودكاست؟ بيعدي لكل، وهيبعته هنا كمان. ده ترانك، واحنا قلنا ترانك يعني ايه؟ بيلونجز تو اول فيلان، صح؟ هيوصل هنا البرودكاست سويتش 2 يبدا يعمل له بروسيسنج، يجي يبعته لفيلان 30 هيكتشف ان ما هو ما عندوش ولا انترفيس تبع فيلان 30، بس الفكره خلاص ان فيلان 30 وصلت له وعمل لها بروسيسنج، بدا يفهمها. ايه اللي يخليني اعدي فيلان 30 في الاتجاه ده؟ ما انا منحها، صح؟ دي حاجه. حاجه ثانيه اعكسه، خلي مثلا جهاز تبع فيلان 20 هنا يبعت برودكاست، البرودكاست وصل لسويتش 2 هيعمل فيه ايه؟ نفس السيناريو بالظبط يا مصطفى، هيعمل ايه؟ هيعدي البرودكاست كده تمام، يوصل لسويتش 1، سويتش 1 هيكتشف ان ما عليهوش ولا بورت تبع فيلان 20، بس الفكره برده ان هو استلم فيلان 20، صح؟ ايه اللي يخليني اسمح بفيلان 20 ان هي تعدي؟ ما انا منحها، تمام؟ بس ملحوظه كده صغيره، السويتش بيتحكم انا هطلع من عندي انهي فيلانات. الالاود ليست لما انا جيت اتحكم فيها دلوقتي انا هسمح لنفسي ان انا اطلع من البورت بتاعي انهي فيلانات، لكن مش من حقي ان انا اتحكم ان تجي لي فيلانات معينه امنحها او اسمح بها ان هي تدخل عندي، تمام؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ يعني على كل بورت، على كل بقى على ترانك بالظبط، فهنزل تحت الانترفيس الترانك بتاعي واقول له سويتش بورت. بالمناسبه معلش قبل ما انسى الحته دي، انا عايزاكم انتوا تلعبوا بقيه الاوبشنز بقى. انا وريتكم ان انا مثلا لو قلت له هنا سويتش بورت مود عندي اكسس وشفناها، عندي ترانك وشفناها، عايزاكم انتوا بقى تلعبوا في حته الدايناميك دي. يعني مره تقولوا له دايناميك، لو استخدمنا الهيلب
عندي هنا دايناميك ايه اوتو وديزايربل. تمام، تعالوا مثلا على السويتش الاولاني يبقى اوتو، وتعالوا على السويتش الثاني يبقى ديزايربل، هيحصل ترانكينج. احنا اوتو واوتو شفناها. تمام، عايزاكم بقى انتوا تلعبوا شويه كمان شويه يعني في ايه، في شويه الحاجات دي. اوكي، سويتش بورد ترانك، لو استخدمت الهيلب هلاقي في هنا اوبشن اسمه اللاود. احنا قلنا باي ديفولت مين اللاود ليست؟ كل الفيلات. تمام، لا انا ممكن احدد بقى فيلانات معينه هي اللي تبقى اللاود. على سبيل المثال بيقول لي هنا حددي لي الفيلان، مثلا هقول له فيلان 10، يبقى انا كده سمحت بانهي فيلان بس، تطلع من عندي مش هستقبلها، تطلع من عندي. هسمح ليا ان انا اطلع انهي فيلانات من ترانك؟ 10 بس. شو انترفيس ترانك، مين دلوقتي الاكتف او مين دلوقتي اللي انا هسمح لها؟ 10 بس. لا ما هو ده اللي انا بعمله اللي ما يطلع اللي ما... حاضر، لا ينفع العكس، ينفع ينفع، حاضر عندي لسه. طب والله حاضر، هاخد لك حقك دلوقتي وربنا حاضر يا فندم، هاخد لك حقك دلوقتي. تمام، طيب سي دلوقتي ان انا عايزه مثلا اسمح ب 20 ب 10 و 20، هضيف 20 يبقى هقول له ايه؟ فيلان 20 شو انترفيس. اوبس ايه ده؟ 10 و 20. ايوه، الامر ده ما ينفعش ان انت تكتبه كذا مره لانه هيعمل اوفر رايت على القديم. تمام، لو حاضر يا مصطفى، دلوقتي انا كنت سامحه بفيلان كام؟ 10. تمام، انا عايزه كمان عايزه اسمح بمين؟ فيلان 20. لما كتبت الامر تاني وقلت له فيلان 20 عمل اوفر رايت، مسح ال 10 وكتب ال 20. لو انت عايز تضيف ما ينفعش تكتب الامر تاني. امال لو استخدمت الهيلب هنا كده هتلاقي في هنا اوبشن اسمه ايه يا مصطفى؟ ايه ادي يعني ايه؟ ضيف لي كمان، ضيف لي كمان سي مثلا، انا سامحه ب 20، ضيف لي كمان مثلا سي مثلا 1، يبقى انا كده سمحت بايه؟ 1 و 20. تمام، وضحت كده؟ تمام، طيب سي دلوقتي بلاش 8، نبص كده في بقيه الاوبشنز. في عندي هنا اوبشن اسمه قول، قول يعني ايه؟ هتسمح بكل الفيلينز اكسبت، دي اللي انت كنت بتسال فيها محمد دلوقتي، قول ما عدا. ايوه قول ما عدا. تمام، نون ولا فيلين، ريموف لا مش كله، نون يعني هتشيل كله، انما ريموف انت مثلا سامح ب 10 و 20 و 30 هتشيل 10، هتحدد فيلان معينه هي اللي تشيلها من الالاود ليست. بس في هنا عكس زياده، يعني ايه الغلطه في فورم؟ يعني انا غلطت وتغلط ليه؟ تغلط ليه يا محمد؟ تغلط ليه؟ ده فيلانات، ده ترانكينج، ده حاجات هايفه قوي النهارده. انا صحيح انت لو عملت كده ما عملتش اد وعملت وعملت اوفر رايت على تعمل لسته كله راح. ايوه ما تغلطش، ما تغلطش يا محمد. ماشي يا شباب، ولو غلطت اوعى تقول ان انت كنت بتاخد معايا، نفسي صرتي خالص. ماشي، عشان عندك في الشغل ساعتها هيعلقوني انا. خلاص كده يا شباب، يا ريت بقى دايما باستمرار تسمحوا بفيلان واحد. شو انترفيس ترانك، دايما اتاكدوا لي ان فيلان واحد انتوا سامحين بيها. ليه؟ فاكرين ايام الراوتنج لما كنا بنقول عندي حاجه اسمها كنترول بلين وداتا بلين؟ ايه الكنترول بلين؟ على سبيل المثال في الراوتر اللي هو الراوتنج ابديت اللي كان بيتبعت ما بين التو راوترز، ينفع الداتا بلين تتبعت من غير الكنترول بلين ما يكون اتبعت؟ الابديت اللي بيبيلد الراوتنج تيبل ينفع؟ لا، لان الداتا بناء على ان الراوتنج تيبل يتبني، مين اللي هيبيلد الراوتنج تيبل؟ الكنترول بلين. تمام، السويتش نفس الكلام، في كنترول بلين بس بنسميها بقى اللي هي سويتشنج بروتوكولز. على سبيل المثال اخذنا من شويه ايه؟ الدي تي بي، ده يعتبر كنترول بلين. تمام، في بروتوكولات كتير هناخد مثلا المره الجايه ان شاء الله اس تي بي، كل دي بروتوكولات بتظبط الشغل الاول قبل ما اقدر ان انا بعدل. واضحه؟ السويتشنج بروتوكولز بقى او اللي هي الكنترول بلين دايما بيتبعت على فيلان واحد. الكنترول بلين بيتبعت على مين؟ فيلان واحد. فتاكدوا لي باستمرار ان فيلان واحد دايما اللاود. وكحته سكيورتي هنعرف ليه كمان شويه باذن الله، خلي فيلان واحد مش تبع حد، يعني ما تخليش انترفيسز او قسم يعني معين تبع ليه فيلان واحد، بيحصل عليها اتاك وكده، ابعد عن فيلان واحد، خليها اللاود بس ما تخليش تحتيها تحت بورد اي بورد. واضحه؟ هنعرف ليه دلوقتي باذن الله. واضحه؟ تمام. اخر امر بقى في الجزء ده، سويتش بورد ترانك، اخدنا الالاود، في عندي هنا مين؟ النيتف، النيتف فيلان باي ديفولت هي مين؟
واحد. طب لو انا خليت النيتيف VLAN بتاعتي مثلا هنا 10، ايه اللي هيحصل؟ كل 60 ثانيه هيطلع لي سيسلوج على الشاشه قدامي على الكونسول يقول لي نيتيف VLAN ميس ماتش، نيتيف VLAN ميس ماتش. طب ليه كل 60 ثانيه؟ لان السيسلوج اللي هتطلع لي دلوقتي دي متحمله على بروتوكول السي دي بي، سيسكو ديسكفري بروتوكول، حد فاكره؟ ايوه كان بيعمل ايه؟ مو في السويت احنا قلنا كل ديفايس سيسكو النيبرز اللي كان بيجيب لي منهم السمستر الاولاني، اللي كان بيجيب لي منهم النيبرز اللي حواليا. السي دي بي بقت كل 60 ثانيه والسيسلوج دي هتتحمل فوقيه، فهي كل كل 60 ثانيه هيطلع لي دلوقتي يقول لي نيتيف VLAN ميس ماتش. تمام؟ طيب لغايه ما تطلع كده. انا ليه قلت لكم اتاكدوا لي ان VLAN واحد في الالاود ليست مسموح لها ان هي تعدي في الالاود ليست؟ سيمبلي لان احنا لسه قايلين ان الكنترول بلين هتعدي على مين او هتتبعت على مين؟ VLAN واحد، من ضمنها بروتوكول السي دي بي. فلو انا كنت شلت VLAN واحد من الالاود ليست السيسلوج مش هتطلع لي. هي اتاخرت ليه كده؟ ما تنجزي بقى، هي طلعت على السويتش الثاني اهو، المفروض تطلع لي على السويتش الاولاني نيتيف VLAN ميس ماتش، كل 60 ثانيه نيتيف VLAN ميس ماتش. انجزي بقى، اتاكد ان VLAN واحد موجوده. انجزي. هي عموما كل 60 ثانيه هتطلع لي الرساله دي سي دي بي، نتيجه السي دي بي او متحمله على السي دي بي نيتيف VLAN ميس ماتش. حد وقع مني لغايه دلوقتي في حاجه؟ هي اتاخرت قوي ولا انت قال؟ انجزي لغايه ما ربنا يهديها بقى وتطلع. اخر حاجه بقى ويبقى خلصنا الجزء ده كده، الكونفيجريشن خلصناها. جزء بس كده ترابل شوتنج بسيط، ايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلني في الفيلانات؟ اول حاجه نيتيف VLAN ميس ماتش، لسه شايفينها. لا كده اتاخرت قوي، كده في حاجه غلط. دي عماله تطلع اهي، ليه الناحيه الثانيه مش بتطلع؟ انا مخليه النيتيف VLAN 10 وانا مشايله ال 10 من الالاود ليست. هنعملها على طول مصطفى، نخليها 20 عشان تبقى الاود برضو ان هي تمشي. تمام؟ فكل شويه دلوقتي هيطلع لي، يعني ما تقلقش هنطلعها، يعني هنطلعها ما تقلقش. ماشي؟ انا فاضل لي بالظبط 5 دقايق. حط ال 5 دقايق. 30 ثانية بريك؟ 30. طب بسرعة 30 ثانية استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. في خلال ال 30 ثانية اهو يا مصطفى بتاع الموبايل بتوعك، اتنين سيسلوج طلعوا اهو، يبقى عدى كام؟ مش 30 بقى. 60. لا 60 و60. اتنين سيسلوج. يبقى البريك أخذ دقيقتين مش 30 ثانية. ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني في الفيلانات؟ اول مشكله نيتيف VLAN ميس ماتش، وشفناها ان النيتيف VLAN مست تكون واحده على الاثنين. ملحوظه صغيره قوي قوي قوي، هو ممكن ما تفهموهاش دلوقتي بس بعد محاضره باذن الله لو رجعتوا للفيديو ده تاني هتفهموه. تمام؟ انا قلت لكم ان كنوع من السكيورتي في بروتوكول اسمه اس تي بي سبانينج تري بروتوكول، هناخده المحاضره الجايه باذن الله، هيمنع ان التو سويتشز دلوقتي يتعاملوا مع بعض كنوع من السكيورتي. يعني لو جهاز هنا تبع VLAN 10 حاول يكلم جهاز تبع VLAN 1 مش هيسمح له. تمام؟ طب انتوا عايزينهم يكلموا بعض، اعمل ديسيبل ساعتها على الانترفيس ده على السبانينج تري، وده ليه مخاطره بس هيشتغل، وساعتها النيتيف VLAN ميس ماتش هيشتغل عادي، يعني VLAN 10 هتقدر تكلم VLAN 1. لا برضه لا، الراوتنج ده ليه سيناريوهات ثانيه خالص. هو انت برضه الصبح اللي قلت لي راوتنج صح؟ انت ما ايه موضوع الراوتنج؟ براني براني ماشي؟ خلاص افتكرت راني اللي كان سهل. الثانية يا شباب المشكلة اللي بعديها VLANs and IP subnets، يعني ايه؟ لو انا عندي دلوقتي جهازين مش قادرين يوصلوا لبعض، سبب من الاثنين، يا اما كل جهاز في VLAN مختلفة، يا اما الاثنين في نفس ال VLAN بس الاي بي هات كل واحد في نتورك اي دي مختلف. ماشي تمام. تمام؟ المشكلة اللي بعديها
اللاود في لانس اون ترانس. لو حتى لما كان في عمارة كده وقلنا ربطنا بمجموعة اجهزة معينة خلاص هتعمل الراوتنج بتوين بس انا بفترض ان انا مش عامله راوتنج صح. بس اولا انت ساعتها لازم تكون عامل راوتنج, لكن لو انت مش عامل راوتنج بتوين الفيلانز المختلفه مش هيشوفوا بعض. تمام. طيب الفيلانز والترانكينج ممكن يعمل لي مشاكل جامده جدا في الشبكه, جزء هاكينج كده بقى بسيط, جزء سيكيورتي بسيط. تمام. ممكن يحصل اتاك على الشبكه بتاعتي بنسميه سويتش سبوفينج. سويتش سبوفينج كترجمه معناها ايه؟ خداع للسويتش. عندي نوعين من السويتش سبوفينج. النوع الاولاني سوري انا اسفه, سويتش سبوفينج فيلان هوبينج. انا اسفه, الاتاك اسمه فيلان هوبينج. بتقول ايه يا روني؟ خدنا سويتش سبوفينج اخدناه انت. لا دي حاجه تانية. لا ده نوع اتاك تاني. في عندي نوع اتاك اسمه فيلان هوبينج. هوبينج يعني ايه؟ هوب نطة. لا مش هوب. تمام. فيلان هوبينج يعني ايه؟ نطة, بنط من فيلان لفيلان. تمام. عندي نوعين من الفيلان هوبينج, النوع الاولاني سويتش سبوفينج والنوع الثاني الاقل خطورة دبل تاجينج. نمسك نوع بقى. خداع. لو انا عندي دلوقتي تو سويتشز هنا وعندي كاز متوصلين طبعا ببعض. تمام. وعندي كاز هنا تبع جهاز ايه وجهاز بي. جهاز ايه كان تبع فيلان 10 وجهاز بي تبع فيلان 20. الجهاز بتاع ايه ده اتكر, يعني عايز يقدر يوصل لجهاز بي رغم ان هو في فيلان مختلفه. ومين محمد؟ مفيش راوتنج, انا بشتغل كاني مفيش راوتنج. تمام. وجهاز ايه عايز يوصل لجهاز بي رغم ان الاثنين في فيلان مختلفه. الديفولت اصلا على الانترفيس, احنا لسه قايلين الديفولت على سيسكو ايه؟ اكسس. ديفولت اوتو نيجوشيشن دايناميك. ما في سويتشات اوتو الديفولت بتاعها وفي سويتشات ديزايربل. تمام. هفترض مثلا السويتش بتاعنا اللي هو 2960 الديفولت اوتو. تمام. ام جاي الاتاكر ده ببرامج هاكينج شغل على الجهاز بتاعته بروتوكول الدي تي بي, شغل على الجهاز بتاعه بروتوكول ايه يا شباب؟ الدي تي بي. هو جهاز الكمبيوتر ماله هو ومال الدي تي بي؟ الدي تي بي يشتغل ايه ما بين السويتشز؟ ماله هو اصلا ومال الدي تي بي؟ بس ببرامج هاكينج شغل الدي تي بي وحول نفسه كانه دايناميك ديزايربل. ايه اللي هيحصل هنا؟ ما هو الجهاز بقى دايناميك ديزايربل بالظبط. الطرف ده او اللينك اللي ما بينهم ده بقى ايه؟ ترانك. واحنا لسه قايلين ترانك يعني ايه؟ بيلونجز تو اول فيلانز. يعني معنى كده ان الجهاز ده بقاله اكسس على كل الفيلانات, هيقدر يوصل لكل الفيلانات صح؟ طب والحل؟ ديسيبل بروتوكول الدي تي بي على اي انترفيس كونكتد بي بي سي. وقف ايه؟ الدي تي بي على اي بورت كونكتد بي بي سي. توقفه ازاي؟ بدل ما تقول السويتش بورت نو نيجوشييت زي ما اخذنا من شويه, اساسا لو انت حولته لاكسس هيعمل ديسيبل للدي تي بي على طول. اي بورت هيتحول لاكسس هيوقف مين؟ الدي تي بي. ليه عرفت ليه بقى الصبح يا محمد كنت بقول السويتش بورت مود اكسس؟ هو الامر ده مش شرط عشان اخلي البورت تابع فيلان, لكن كسكيورتي عشان اوقف الدي تي بي. واضحه؟ النوع الاقل شويه خطوره الدبل تاجينج. ايه بقى اللي هيحصل في الدبل تاجينج؟ نفس السيناريو اهو, عندي تو سويتشز سويتش 1 وسويتش 2 والاثنين متوصلين مثلا بلينكا, وعندي كيس هنا ايه تبع فيلان واحد. مين فيلان واحد؟ اللي هي اسمها ايه؟ النيتف فيلان. الدبل تاجينج عشان يشتغل لازم البورت اللي كونكتد بالاتاكر لازم يكون اولا نوعه اكسس, ثانيا لازم يكون كونكتد بالنيتف فيلان. لازم يكون كونكتد بايه يا شباب؟ بالنيتف فيلان. الراجل الاتاكر ده بقى هيعمل ايه؟ قال لك هيروح باعت الباكت بالمنظر ده. ادي الداتا اللي هي البيلود. تمام. وادي هو تبع فيلان كام؟ واحد. وعايز يوصل فيلان 10, هيروح حاطط هنا قيمه فيلان 10 اللي عايز يوصل لها, ويجي هنا يحط قيمه الفيلان بتاعته فيلان واحد. ايه ده؟ مش المفروض دلوقتي يا شباب ان ده جهاز كمبيوتر المفروض ما يعملش انكابسيليشن للداتا او تاجنج للداتا؟
احنا قلنا ان الكونفيجريشن بتاعت الفيلانات دي ايه ترانسبيرنت بالنسبه لجهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر ملهوش دعوه بيها, بس البرامج هاكينج هيبعت اساسا السيجمنت او هيبعت سوري الفريم للسويتش بالمنظر ده. السويتش هيبص يلاقي هنا في نيتف فيلان واحد, ما هو السويتش عارف ان النيتف فيلان المفروض ما يحصلش عليها تاجنج, يروح شايل الهيدر ده كده او يشيل التاج ده. السويتش دايما بيشيل تاج واحد بس, تمام, يروح بعت الفريم للطرف ده ايه عليها فيلان 10 وصلت للسويتش ده, السويتش ده يروح بعتها على مين؟ على فيلان 10, تمام. النوع ده من الاتاك بيستخدم عشان ياكسس فيلان واحده بس. انما هنا ده المشكله هنا كان ايه, انه ترانك, ترانك يعني بيلونجز تو اول فيلانز اللي هو في السويتش سبوفينج ده, تمام. ملحوظه كمان في الدبل تاجنج ان جهاز الايه لما يكون عايز يوصل لجهاز البي بيبقى وان دايركشن. ليه وان دايركشن؟ لان في الاتجاه العكسي الداتا وهي راجعه, جهاز البي هيبعت الداتا ماركت بفيلان 10 توصل كده, توصل هنا هيبعتها لفيلان 10, مش هيقدر السويتش ده ان هو يبعتها لفيلان 1. عشان كده النوع ده من الاتاك عاده مش بيستخدم عشان اكسس داتا على جهاز واوصل لها, لا عاده بيستخدم عشان مثلا ابعت فيروس للجهاز اضربه, هبعت في اتجاه واحد بس وان دايركشن, تمام. طب البيست براكتس بقى تعمل ايه؟ احنا كنا قلنا من شويه ان هم كانوا فرحانين قوي 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 بالمفهوم بتاع النيتف فيلان. لا, ابعد عن النيتف فيلان, ابعد خالص عن النيتف فيلان, خليها مثلا فيلان 999 مثلا, اي فيلان دازنت اكزيست عندك, وما تخليش تحتيها اي بورت, تمام. ده حل. الحل الثاني ممكن ان انت ساعتها تيجي على الترانك ده وتعمل تاج للنيتف, تيجي على السويتش او البورت ده وتعمل ايه يا شباب؟ انا قلت لكم ان النيتف فيلان انتاجد بس باي ديفولت ممكن احط عليها تاج. ازاي؟ بامر. الامر ايه هو؟ طبعا هيديني ايرور هقول لكم ليه دلوقتي, بس عشان برضو تشوفوا صوت الامر. فيلان دوت 1 كيو تاج للنيتف, تمام. الامر ده اداني ايرور ليه؟ لان الامر ده مش سبورتد على الموديل بتاع 1960 اللي هي الاكسس سويتشز, هو سبورتد على مثلا المالتي لاير سويتش 3550 3560 اللي هي السويتشز المحترمه دي, تمام. ملحوظه كمان الطريقه دي مش ريكومندد لسبب, لانك لو عملت تاج للنيتف المفروض تيجي على كل السويتشز اللي عندك في الشركه وتعمل عليها تاج للنيتف, تمام. لا, عشان اصلا كده كده اصلا اي فيلان يتعامل معاها بالتاج, يسيبها بالتاج بتاعها, تمام. فقلنا تاني الامر ده موجود على مين؟ على السويتشز المحترمه, مثلا مالتي لير سويتش 3550 3560, السيرز بتاعت 5000, السيرز بتاعت 4600 اللي هي السويتشات المحترمه دي, تمام. المشكله الامر ده انك لو كتبته على اي سويتش المفروض تلف على كل السويتشز اللي في البرودكشن اريا وتعمل نفس الكلام. طب ما انت عندك 2960 اهو مش بيسبورت الامر ده, فهيعمل لك مشكله. فالبيست براكتس تعمل ايه؟ النيتف فيلان ترميها على اي فيلان بعيده وما تخليش اي جهاز ممبر منها. حد وقع؟ المفروض النيتف فيلان تبقى فيلان واحد, والمفروض ان هي بتمشي ان تاجد. انت بالامر ده يا شوشو هتعملي ايه؟ هتحط لها تيك. هو في الليل بالظبط. بس تاني الطريقه دي مش ريكومندد ليه؟ لانك ساعتها لازم تيجي على كل السويتشز تعملي الامر ده. طب انت عندك سويتشز 2960 عشان تحمي نفسك من الاتاك ده, تمام. وهنحتاجه برده قدام مره برده في طريقه كده في حاجه معينه برده هيحميني من مشكله معينه. بس اتفقنا دي انا عن نفسي مش بريكومندها. ليه؟ مش كل السويتشات هتعمل لها سبورت, 2960 مش بتعمل لها سبورت. واضحه كده؟ حد وقع مني كده في حاجه النهارده؟ اي اسئله؟ اوقف؟